ها كتاب صحيح صحيح البخاري. حمدت الإله إله الهوى على نعمتي ربنا قد علا. صحيح البخاري كتاب صحيح لكل الورى فضله قد سما. أصح الكتاب إذا كي سمي جميع الكتاب فهذا جوا. وبعد الكتاب العزيز الجليل كتاب البخاري إذا ما توا. أحاديثه تهيرت لا تكل عن السبع آلافها قد حوى. وكل الحديث الذي يهتوي عليه صحيح لمن قد دوى. إمام البخاري فلا يجعلن حديثا سوى فيهما قد وعى. وبعد الصلاة وبعد الدعاء لكي لا يسيء به في الثرى. ويخشى البخاري ضعيف الأثر ولا يغفلن لا إذا ما روى. وبالسنة للمصطفى نشرحا كتاب الإله الذي قد علا. فسب البخاري ونقد الصحيح فمن فسق من قد هوى أو طغى. ولا تعرف السنة إلا بعين ولا تعرف السنة إلا بعين يعاد إليه لمن قد سعى. أليس البخاري به نستدي؟ أليس الكتاب صحيحا؟ بلى كتاب حمد نموذ قد أتى. ففيه حديث لخير وراء. ألا لا يرد البخاري سوى عدو شكي وغوي عن هدى. أخي لا يغرنكم قولك إن فيه بسوء من بالهوى. لعل الإله ينير الحجى بما يهدم الزنج ممن روى. إله العباد قلوب الورى ففاته بتقوى كما قد صفى. وللفهم والحق يا ربنا وكن بالذي الحق دوما حما. وصلوا على خيرنا نسبة ومن قد وقاه إليه وقاه ومن قد وقاه إليه وقاه.